تمضي ميشلين معظم وقتها في دار الرعاية هذه التي توفر لها الخدمات التعليمية والطبية والمعيشية المتناسبة مع حالتها الصحية، إذ أنها تعاني من متلازمة داون ووالدتها لم تعد على قيد الحياة، فيما والدها طاعن بالسن. أول شيء مفوت على مشاغي عشان ما بتزين، أنا عارف رأيي ما عارف آتي، يعطوني فرح والسلام، حب المركز كتير، مبسوطة كتير. على الرغم من الأهمية البالغة لهذه الدار بالنسبة إلى تأمين حياة صحية وكريمة لميشلين وسواها من المحتاجين إلى رعاية خاصة، إلا أن المعاناة المادية تضع إمكانيات الدار للاستمرار بتأمين الخدمات الملحة في خطر كبير. هيام إحدى المتطوعات تحاول جاهدة تحدي هذا الواقع من خلال مساندة ذوي الحاجات الخاصة بطاقاتها الشخصية وبالسعي لتأمين التبرعات لهم. يعني الإنسان بيكون بمحل يكون مبسوط، يمكن أهم من الماديات، يمكن العالم راح تقول إف، أنا بالنسبة لإلي مرافقة الأشخاص تكوني عم تزرعي بقلبهم الفرح، عم نترافق تنشتغل مع بعض، عم نعمل إشياء يدوية تنكون عم نفرج المجتمع إنه قادرين هالأشخاص يكونوا عم ينجوا تنقدر نكون مستمرين بهالمؤسسة. ليست معاناة مؤسسات الرعاية وليدة الساعة، فقد أدى غياب استراتيجيات الدعم الرسمية إلى انهيار هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، لكن الأزمة الاقتصادية الراهنة أتت لتزيد الطين بلة وتحجب عن تلك المؤسسات معظم تبرعات المواطنين، وبذلك تركت حوالي 103 جمعيات معنية بالاهتمام بذوي الحاجات الخاصة إلى مصير مجهول. نحن اليوم الصعوبات اللي عم نواجهها كتير، خصوصة أنه لنا فترة ما قبضنا من الدولة أبدا، بقى هذا الشيء اليوم بحطنا قدام مأزق، بيقول نحن عنا شارج اقتصادية، عنا كلفة مالية كتير عالية عم نواجهها يوميا، ونحن بالمقابل بحاجة لمدخول منه مؤمن. بقى اليوم نظرتنا يمكن للمتبرعين والمتطوعين، اليوم نظرتنا لأكثر للمؤسسات الدولية اللي نحن بحاجة تكون عم تساعدنا. وقد أغلقت بالفعل عشرات دور الرعاية أبوابها في العام الحالي بسبب تفاقم الأعباء المادية. في هذه الغرفة يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من النشاطات لتحسين مهاراتهم، ولكن قد يخسرون هذه الفرصة في حال تفاقمت الأزمة المادية. ويقدر الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان عدد الأشخاص المستفيدين من مؤسسات الرعاية ب 12,000، هم جميعا بانتظار خطة إنقاذ سريعة. من داخل دار رعاية في المتن، رودين أبي خليل، الحرة.